مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو حبيت نوري لكم طريقتي كيفاش نحتفظ بعصير الطماطم، وهذه هي الطريقة اي واضحة في الفيديو بدون شرح. يعني انا هنا نعصر الطماطم كما شفتوها، هنا حاطة عصير الطماطم، هذا مازلت ما حطيتوش يجمد. هنا هذه هي النتيجة، شوية طولوا هنايا في بدال الماء تاعهم يخرج، لازم نرجعهم الكونجيلاتور على جال الفيديو باش نوريه لكم هكذا باش نحط الكمية اللي نقدر نحتاجها، خير من نضل نقص ويعني تجيني صعيبة. هكا نحط وحدة زوج تجيني أحسن، جربتها من قبل وعجبتني هذه الطريقة أحسن. مادام كاين السيليكون وعلاش لا نديرهم بهذه الطريقة أحسن من تحطيهم في صاشي ولا هكذا. ونكمل نعمر هذا القالب تاع السيليكون، وبنفس الطريقة نحطه في المجمد حتى نتحصل على هذا الأشكال لهذا القالب. لهذا القالب كمية كامل نحطوها، وهذه هي هكذا وخلصتها كامل. كل ما تكون عندي طماطم بزاف نديرها بهذه الطريقه، حبيت نبرر لكم طريقتي. وهذه هي، اذا عجبتكم حبه هذه استرجعتها تكونجيلا شويه، وهذه هي طريقتي. ونخبيهم كما قلت لكم وندير كي نجي نطيب نحط وحدة زوج، يعني هكا عجبتني هذه الطريقة، جات هايلة جات روعة. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله، وإلى الملتقى. واللي شاف الفيديو ما ينسانيش حط لي لايك وتعليق باهي وتشجيع. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.